السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مبروك عيدكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. كان اليوم غنشارك معكم هذا الطبق، طبق تقليدي المعروف عند المغاربة، وهو التقلية المغربية. جات زوينة، جات خاطرة تبارك الله، كما كتشوفوا مع الزيتون والحامض. بغيتو تشوفوا الطريقة من الأول للآخر، ما عليكم غير تبعوا الوصفة وتشوفوا الفيديو من الأول إلى الآخر. إذا كانت هذه أول مرة كتشوفوا القناة، كنتمنى تدعموني وتشاركوا في القناة. راه فيها وصفات كثيرة متنوعة، فلوقات، بزاف الأشياء. إذا نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. كتشوفوا غادي نبدا معكم هنايا الكرشه، بعد ما غسلتها مزيان عرفتوا حيت منها كل شيء، ما كنخليش انا غليظه، كنحيد نجلفها من الفوق ومن التحت. شوف قداش ولات. وسلقتها بعد ما غسلتها، قلت لكم كررتها بالموس والماء الطيب، ومن بعد قرتها قطع صغار ودرتها بالملح والخل، ثاني شللتها مزيان رقدتها فيهم وسلقتها شي 10 ديال الدقائق. دابا غادي نبداو. عندي هاد الكام ديال الربيع والقزبر وهاد البصله وثلاثه الفصوص ديال الثوم. انا غادي نبدا معكم وغادي تشوفوا. غادي ندير بعدا هادشي يتقرد شويه وغادي نرجع. بعد ما طحنت هذيك البصله وشويه الربيع والقزبر وهذوك الفصوص ديال الثوم، دابا غادي نصبها. تقولوا لي كي اللي كي الكرشه كيقرضها بحال هكا، زعما كيقرضها مزيان، كيحيد منها كل شيء. كي اللي كيغسلها صافي، والله ما عرفت انا كنظن. المهم تجاوبوني نتوما كيفاش كديروا، اما انا راه ما كنخلي فيها والو، كدير كل شيء. حتى نبدا تشحر مزيان وغادي نزيد هاد الدريه. لكم الاختيار، كاين هنا عندي الريه وشويه ديال القلب. انا ما بغيتش ندير بزاف، ما كياكلوهاش الدار بزاف، غير بغيت نشاركها معكم. صافي غادي نبدا نصب زيت الروميه. نشعل البوطه بدا. كاين اللي كيزيد الشحمه، المسران، كاين اللي كيدير الكبده. لا انا ما غاديش ندير داكشي، كاين اللي كيخلط فيها بزاف الحوايج. درت الزيت الرومي، دابا غندير الزيت البلديه. انا ما غندير فيها لا شحمه لا والو، غير الكرشه قلت لكم، وطريف تاع القلب وطريف ديال الريه. الكبده ما كتعجبنيش فيها، ما عرفتش ما غندير الملح، ملحه والعطريه العاديه. ندير الملح، الخرقوم بلدي، كمون، الموك الشيري، وسكين جبير. ثم على حسب شحال عندكم، مقدار اللي عندكم، راكم غديروا العطرية ديالكم عادي. خبزة وشوية ديال التحميرة. وغندير حتى شويه ديال القزبر مطحون كما كتشوفوا. دابا العيد وكنكثروا شويه في اللحم هنا، اذا من الاحسن نديروا القزبر، نستعملوه راه صحي. قلت لكم غندير قزبر يابس وكارم هكا حبوب. واحد الورقه ديال سيدنا موسى ورق الغار، ونحرك مزيان هانتوما. نقليها، داكشي علاش مسميه هي التقليه، حيت خاصها تقلى مزيان وتجي مجمره وثقيله. اذا غنخليها تقلى واحد شويه وغادي نرجع معكم. صافي هي تقلات مزيان كما كتشوفوا. واضح معاكم؟
سمحوا لي صوتي ضربني البرد، واحد مطيشه درتها هنايا. قطعوها بيدكم بالموس ولا نديروها في هكا الماشينه ماشي مشكل، تاهي اختياريه هاد المطيشه، كاين اللي كيديرها كاين اللي ما كيديرهاش، ولكن راه كتجي زوينه. صافي دابا غادي نروي، من الاحسن ديروا الماء سخون او طايب، الا درتو الماء بارد كتكنزز كما كيقولوا. غادي ندير الماء الكافي باش طيب، وديك الساعه غادي نقلبها نشوفها كيفاش وليت. كنظن راها صغيره، اذا غادي نرمي حتى هادشي، غادي نرمي دابا وغادي نسد. غادي نسد عليها حتى طيب على الاقل واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه. صافي دابا بعد ما دازت واحد تقريبا 25 دقيقه، غادي نفتحها نشوفها كي دايره. ها هي، ها هي تبارك الله زوينه. غادي نزيد الحامض مرقد مسير والزيتون، الزيتون الاحمر والاخضر، وغادي نعاود نزيد نخليها تشحن، نشعل عليها حتى تختال. ها انتوما كيفاش شات، واش كتشوفوا؟ مازال غنوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. صافي طفيت عليها، الا بغيتو ما تقولش البلو كاع كتخليوها مازال ثاني تشحن. صافي دابا هي طابت، هانتوما غتشوفوا معايا الشكل النهائي.